مذكرات معالج روحاني، قصة حقيقية من الواقع. كان يحلم أن يصبح معالجا روحانيا يمتلك العالم ويمشي على الذهب. تبدد حلمه واصطدم بالواقع، غاص في أسرار عالم الجن وعاش أبعاد المعاناة الإنسانية. تعلم أن الإنسان أكثر شراً من الجن، واختلطت تجاربه بروحه وكيانه، وأصبحت حياته مليئة بالأسرار المرعبة والحكايات المخيفة. كتب مذكراته وروى لنا حكاية تختلف عن كل الحكايات. للكاتبة الدكتورة عبير محمود عبد الرحمن، مذكرات معالج روحاني حقيقية من الواقع.